بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي طارق زيدان، السادة معالي وزراء العدل في الدول العربية، السادة رؤساء البعثات العربية، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أيها الأشقاء الأعزاء في مؤتمركم، مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة. هذه الأموال المنهوبة بسبب الفساد. أرحب بكم ضيوفا كراما في أرض الرافدين في بغدادكم، التي عانت ما عانت بسبب الفساد وتهريب خيرات البلد وتهريب خيرات العراق ونهبها على امتداد عقود طويلة. إن الفساد وتهريب الأموال مرض خطير يصيب أي مجتمع وأي دولة إذ لم يتم التعامل مع هذه المخاطر بجدية ومسؤولية، ومن خلال اتخاذ إجراءات الكثيرة لمكافحة الفساد والقضاء على منافذ التبديد والتهريب والاستهتار بمقدرات الشعوب. في العراق يجب أن نعترف أن الداء الذي أصاب دولتنا عقود طويلة، فهناك مليارات من الدولارات تم سرقتها وتهريبها في عهد نظام الدكتاتوري البائد. ومع الأسف الشديد بعد عام 2003 لم يكن الأمر أفضل، بل بالعكس سمحت الأخطاء التأسيسية في تفاقم الفساد وبنحو أكثر خطورة، واستغل البعض الفوضى والثغرات الأمنية والقانونية والتكالب للبعض في سرقة أموال الشعب ونقلها إلى خارج العراق، وبنحو يبعث عن الألم والوجع في نفس أي عراقي. نحضر في هذا المؤتمر الخاص بارتداد أموال المنهوبة لنؤكد أن الفساد وارتداد أموال الشعب العراقي المهرب إلى خارج العراق يمثلان أولوية لهذه الحكومة، وهي أولوية لشعبنا الذي بدت العديد من ثرواته ومقدراته وأمواله في الحروب العبثية والصراعات الداخلية والخارجية، فيما استثمر الفاسدون ظروف العراق الخاصة في مشروع نهب ثرواته وأموال شعبه. أقول دائما أن الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة. نعم، الفساد والتبديد وقدرات الدولة وإمكاناتها إرهاب صريح، وقد مهد الفساد الطريق لعصابات داعش لتدنيس أرض العراق المقدسة واحتلال مدن العراق العزيزة. نعم، كان الفساد حاضرا. نعم، كان الفساد حاضرا عندما تمت محاولات زج المجتمع في صراع طائفي مزيف هدفه الأول والأخير هو نهب الأموال، وكان الفساد حاضرا في ضعف مؤسسات الدولة لتكون نهبا للأشرار، وكان الفساد حاضرا في اختيار الشخص الغير مناسب في المكان المناسب في كل مؤسسات، مثلما كان الفساد توأم تنظيم داعش وظهره وهو يبطش بالعراقيين. نتحدث عن ضعف البنى التحتية في المدن العراقية، فنشير الفساد وتهريب الأموال وهدر المقدرات، والحال نفسه يحدث عندما تنتر عشوائيات والبطالة وتراجع المؤسسات الصحية والتعليمية في بلد كان من أشهر الدول في المنطقة في الصحة والتعليم والثقافة. نقول ذلك بألم ووجع، ونقول بشجاعة وصراحة الطريق إلى الدولة الرشيدة يبدأ مع المصارحة مع شعبنا حول الأمراض التي قادتها تراجع بلد عظيم وتاريخي وأساسي في المنطقة والعالم مثل العراق. ولهذا وضعنا منذ البداية هدفنا الأساسي في محاربة الفساد، وشكلنا لجنة خاصة وبدعم من مجلس القضاء الأعلى، وقامت هذه اللجنة بمكافحة كثير من القضايا وقامت بواجبها مع هيئة النزاهة والجهات القضائية والعدلية والرقابة المالية وكشفها خلال عام واحد ملفات فساد لم تعد تكشف في السابق ولم تكشف على طوال 17 عام، واستردت أموال منهوبة من الخارج. وفي المقابل تعرضت هذه اللجنة إلى هجوم اتهامات باطلة كان الهدف إحباطها وإحباط عملها. ولكن عندما يكون أمامكم واجب وطني فلا مكان للإحباط والتراجع،
ومن هنا أحيي هذه الجهود الوطنية المباركة وأدعو ذات الاسترداد في هيئة الجزاء بالعمل الجاد والدؤوب مع وزارة العدل لمتابعة الأموال المنهوبة عبر فتح دعاوي قانونية ضد الأطراف المتورطة وتسريع عملية إعادة أموال العراقيين. وأدعو الدول الصديقة والشقيقة لمساعدة العراق لاسترداد أمواله، ونحن في المقابل منفتحون على أقصى درجات التعاون مع كل الدول في هذا الشأن. يجب أن لا يكون هناك أي ملال للأموال المهربة والسرقات، ويجب أن لا يشعر الفاسدون والسراق بأن هناك مأوى للمال والمسروق في أي بلد. على الفاسدين أن يدركوا جيداً أن هذه الأموال سوف تعود يوماً إلى أصحابها وهو الشعب، ستعود مهما طال الوقت ومهما بعدت المسافات. أيها الأعزاء، أيها الضيوف الكرام، بإصرارنا على أموال منهوبة وبجهودكم وأفكاركم والمسؤولية الأخوية التي تجمعنا، سنحارب آفة الفساد وتهريب الأموال، وسنخلق بيئة آمنة نزيهة بإذن الله. آن الأوان لكي نقول كفى فساداً، كفى تدميراً وتخريباً في العراق وفي بلدان المنطقة، كفى استهتاراً بمقدرات الشعوب وسرقة المال العام. في الختام أشكر حضوركم الكريم بين أهلكم في بغداد، وأتمنى أن تتحول جهودكم إلى برنامج عمل مشترك من أجل أن نصنع مستقبل يليق بأجيالنا القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.